يوسف مساء الخير. مين بدك تشوف؟ عمو اللواء عباس ابراهيم. بدك تشوف عمو اللواء عباس ابراهيم؟ هيك دغري فرد مرة؟ تعرف مين هو اللواء عباس ابراهيم؟ مدير الامن العام. قدي عمرك انت؟ 10 سنين. 10 سنين بأي صف؟ بسانك. كيف تعرف اللواء عباس ابراهيم؟ انا بشوفه على التلفزيون، بشوف اعلانات لقاله انه هو كتير حنون. وين بتشوف انه حنون؟ لما استقبل النازحين السوريين بلبنان، كمان لما خلص المسار من داعش. لما خلص المسار من داعش. انت كيف تعرف هدول الاخبار كلهم؟ انا ما بتابع سياسي، بس بسمع. بس انا بعد ما عرفت ليه بدك تشوف اللواء عباس ابراهيم. انا اليوم جاي على ال بي سي كرمال وصل له رساله لعمو اللواء عباس ابراهيم انه نحن عندنا مشكله بالجنسيه، الجنسيه السوريه. انت سوري او لبناني؟ انا سوري، خلقت هون وربيت هون ومدرستي انا واخواتي هون والتيتا والجد وخلقهم. وين المشكل؟ ليه بدك تشوف اللواء عباس ابراهيم؟ لانه من فتره بعتنا ورقه انه كرمال نطلع من البلد. ما فهمت. بعتنا مثلا خي صغير كمولي بدنا نطلع له اقامه. ايه. تروح على الامن العام نطلع له الاقامه، اخذوا لنا كل ورقنا، اعطونا اوراق خضر. وقلهم كل ورقه لها مهله. خلصت المهله، بيعطونا ورقه مكتوب على قفاهم شهر للمغادره وشهر للسفر. بس خي صغير شهر للسفر. وانت؟ شهر للمغادره. انت كيف عرفت هالامور؟ هيدول قصص كبار، انت كيف عرفتها؟ انا سمعت بي وامي عم يحكوا انه كرمال قصه هدول، فانا مش من حشريتي سمعت. شو سمعت؟ هن كانوا، نحن كنا قاعدين بالصالون، ماما قاعده هون على الصوفة وانا قاعده عم احضر تلفزيون. حسيتهم كثير، هن كثير كثير، اكثر مره بحياتي بشوف اهلي كل هالقد زعلانين انا بدي اطلع من البلد. ولما سمعتهم عم يحكوا هيك انت زعلت؟ انا رفقاتي هون واصحابي هون والتيتا والجد وخالتي كلهم. سمعت امك وبيك عم بيحكوا انه طلبوا منكم تغادروا البلد وانت زعلت. بس انت شو فيك تعمل؟ ولد صغير شو في يعمل؟ انا من قبل ما اجي على ال بي سي كنت محضر له رساله، بس بدي حدا يوصل له اياها. كتب له انت رساله؟ وين الرساله؟ ليك اعطيني اياها. قراها؟ تقريها انت او عندك انا اقريها؟ انا. انت قري لي اياها. قراها. عمو اللواء عباس ابراهيم، انا يوسف جمال طه، عمري 10 سنين، خلقت بلبنان وساكن بجبل محسن. انا مثل كثير من الناس بزعل على المظلومين بس ما اقدر ساعدهم، واليوم انا مظلوم بقرار منك عمو اللواء. انا بحبك كثير، انت ما بتحبني؟ بليز ساعدني وساعد عائلتي انه نضل هون ببلدنا الحبيب لبنان ومدرستي انا ورفقاتي واصحابي. بليز اسمح لي شوفك. انا زعلان. ليه زعلان؟ زعلان انه بدنا نطلع من لبنان. ليه ما بدك تروح على سوريا؟ كرمال ما يصير انفجار ويصير له شيء بابا. قلت لي انه اللواء عنده حس انساني كبير، حس وطني كبير. كيف ممكن يتفاعل مع طلبك؟ بتعرف يمكن اللواء عنده حسابات الكبار، حسابات الامن وتنظيم توافد الاجانب والى اخره من كلمات كثير كبيره، الصغار يمكن ما يفهموها. شو متوقع انت اللواء يعمل لما يقرا الرساله؟ انه يساعدنا. كيف بدك توصل لعنده تعطيه الرسالة؟ فيني فوت على جوجل وطلع الخريطة عبيته وروح لعنده. جربت تفوت على جوجل مرة؟ عرفت وين بيته؟ لسه ما عرف. لأسباب أمنية ما فيني حطه وين بيته. إذا وصلت لعنده وقال لك هيدا القانون. ما هو اللي عمل القانون.
بس هو عنده حسابات امنيه. بس نحن لي... منو لاجئين سوريين؟ هو قديش تعبان لاجئين سوريين؟ انا خلقت هون وربيت هون، انه يعني يضل هون لاجئين سوريين اللي ما بيعرفوا لبنان، وانا اللي خلقت بلبنان روح. اعطيني الرساله. وصل له اياها انا؟ اذا انا اخذت له الرساله بدي اعطيه الرساله، شو بدك اقول له انا عم بعطيه الرساله؟ قال له انه بليز 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 زبطني وراقنا. قال لك سر؟ سعاده اللواء اللواء عباس ابراهيم ناطرك بمكتبه. وهي رسالتك انت رح توصلها بايدك. سعادة اللواء عباس ابراهيم درس من رف العائلة وقرر منح أفراد العائلة كلها إقامات لمدة 3 سنوات في لبنان.